أسعد الله أوقاتكم. معي رسالة تكرار الرقم 8. يرمز تكرار الرقم 8 إلى القناعة والرضا. فهو يظهر بكثرة لمن لديه راحة نفسية وقناعة وإيمان كبير. ويطلب منك أن تتأكد أن الخير قادم إليك في وقت قريب بإذن الله. وأن لا تتخلى عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة. وأن تسامح نفسك والآخرين. وأن تكون نشيطاً أكثر. وأن تستفيد من القدرات والإمكانات التي لديك. وغالباً ما يظهر الرقم 8 عندما تكون على وشك بدء خطوة جديدة في الحياة. أعزائي، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، ودمتم بخير.